الجمهورية الإسلامية الإيرانية آه. بعدما تم عن الترويج لرد إسرائيلي محتمل، وقد تكون الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة تشارك أو تدعم أو ما إلى ذلك، أبلغت الدول في المنطقة التي تحتضن قواعد أمريكية، وهنا لا أقصد دولة ما، كل الدول في المنطقة من الشمال، من شمال إيران إلى جنوب إيران، أبلغتها لو تم استخدام أراضي هذه الدول أو أجوائها لمساعدة الأمريكان أو لانطلاق حملة أمريكية أو لمساعدة الكيان الإسرائيلي في الهجوم على إيران، أو مثلا تحليق طائرات أمريكية تزود الطائرات الإسرائيلية بالوقود، أو أي مبادرة أخرى، إيران لن تتردد في الرد على كل منطلق لهذه الحملات، وهذا حق. يعني قصف هذه القواعد، يعني قصف هذه القواعد، إذا واجهت أي دولة حملة ما أو خطرا ما من حقها أن ترد على ذلك. ماذا حصل؟ هذه الدول كلها، وطبعا هذا هو الموقف الصحيح، لأنها دول جوار، لأنها دول إسلامية، لأنها لها علاقات مع الجمهورية الإسلامية، لا يمكن لها أن تسمح لا ضمن الموقف الإسلامي. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل دكتور محمد مهدي؟ ما الذي حصل؟ أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تسمح باستخدام أراضيها وأجوائها. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية بكل إمكانياتها وقواعدها العسكرية في هذه المنطقة، لكنها لا يمكنها أن تستخدم هذه الإمكانيات لضرب إيران. هذا تغيير في ميزان القوة.